يقول: أنا شاب تقدمت للخطوبة من بنت خالتي، وبعد أن تقدمت لخطبتها تبين لي من أمها وأمي أن أخاها الأكبر منها قد رضع من أمي أكثر من 7 رضعات مشبعات، علما بأنني أكبر منه بما يقرب 5 سنوات تقريبا. وسؤالي يا فضيلة الشيخ: هل أخته الأصغر مني والتي لم ترضع من أمي وأنا لم أرضع من أمها، هل يحل لي الزواج منها أم هي بمكانة أختي من الرضاعة ويحرم علي الزواج بها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. إذا كان الواقع ما ذكره السائل فإنه لا تأثير للرضاع على أخت المرتضى، على أخت المرتضى من أمه، فيجوز له أن يتزوجها ما دامت هي لم ترضع من أمه وهو لم يرضع من أمها، فإن الحكم يختص بالرضاع فقط ولا ينتشل على إخوانه وأخواته، فله أن يتزوج هذه المرأة. نعم.